أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن، ورحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة لنهار اليوم الجمعة. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم، حيث تسود أجواء صافية ومستقرة 16 درجة مئوية، الملموسة 15، الرطوبة 82%، أما الرياح تكون جنوبية غربية خفيفة السرعة بالمجمل. بالنسبة لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية، طقس مستقر ومشمس، إربد 19 إلى 9، المفرق 17 إلى 8، جرش 18 إلى 10، وعجلون 16 إلى 10. بالنسبة للمنطقة الوسطى، العاصمة عمان 16 إلى 10، الزرقاء 18 إلى 8، البلقاء 17 إلى 13، مدبة 17 إلى 8، والبحر 122 إلى 17. المنطقة الجنوبية، الكرك 15 إلى 8، طفيلة 15 إلى 11، الشبك 14 إلى 9، معان 18 إلى 7، والعقبة 25 إلى 16. أخيرا نذهب للمنطقة الشرقية، الأزرق 18 إلى 7 درجات مئوية، الصفاوي 17 إلى 6، ورويشة 18 إلى 6، مع طقس مستقر ومشمس بالعموم. إلى هنا تنتهي نشرتنا للقاء.